إزاحة يعني هذه المطالبات اللي أنا في تقديري إلها كسياسي مطالبات مراهقة. هذه المطالبات بإزاحة الطبقة الحاكمة برمتها هذا أمر غير ممكن وتعجيزي، لأن هذه الطبقة متجذرة متنمرة، تملك المال، تملك السلاح، تملك القدرة على خلق رصيد انتخابي لها، خاصة في حالة التي يعيشها أبناء شعبنا الآن. وعليه يعني هذه الثورة بدون أن ترتب مستلزمات نجاحها لإزاحة هؤلاء سوف لن تنجح، لا بالمرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. وإذا توالت الاندحارات فلن تقوم قائمة لعملية التغيير إطلاقا. لازم أكون واقعي، خطابي الأول يجب أن يكون للطبقة الحاكمة، هذه هي ذات الطبقة الحاكمة، أن هذه الطبقة يجب أن تعترف أنها فشلت، والاعتراف بأنها فشلت ليس مستحيلا لأنه هو لا يحتاج إلى دليل، إضافة إلى الكثير من أقطاب الحكم خرجوا في مقابلات متعددة وقالوا فشلنا وقالوا لم ننجح وقالوا لم نسد، فسهل عليهم أن يعترفوا بالفشل، مو اللي يطلعوا بالتلفزيون يلطمون على رأسهم يقولون إحنا فشلنا، لا، حتى يقدرون يضعون تصور صحيح للقادم لازم يدركوا أن الماضي هم مسؤولين عن انحداره، هم الذين فشلوا وأفشلوه أو أفشلوه وفشلوا معه. حينما يعترفوا أنهم فشلوا هذه خطوة سديدة تساعدهم على وضع خطة أفضل. الخطوة الثانية هي أن يتراجعوا إلى الوراء، يعني بعد ما لهم حق أنه دائما يكونوا هم بالمشهد الأول وبالموقع الأول.